في المريبة في مشفى حكومي بالعاصمة أثارت حالة من الصدمة والغضب في الشارع التونسي، وما تزال الكثير من الأسئلة عالقة حول أسباب الوفاة، وارتفع عدد وفيات الأطفال الرضع إلى 12، بينما تقول مصادر حقوقية أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وكان المتحدث باسم النيابة التونسية قد أعلن السبت فتح تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات وفاة 11 رضيعا في مركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة. وعلى خلفية هذه القضية قدم وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف استقالته من منصبه. مشاهدينا، وللمزيد حول هذا الموضوع رحب بضيفتي عبر الهاتف السيدة فاطمة كمون الناشطة الحقوقية. أرحب بك سيدة فاطمة، ما الذي جرى لهؤلاء الأطفال وهل بقي العدد عند رقم 12؟ السلام عليكم، مرحبا بكم بكل مشاهديكم الكرام. وفي الحقيقة بدأ العدد في الأول ب 11 ثم التحق 2 حسب التصريح الرسمي وتوقف عند 12، يعني حتى الجمع رسميا لا ينطبق، يعني أن يقولوا 11 ثم أضيف 2 فيصبح العدد 13، ويقول الأخبار الرسمية أنهم 12، يعني حتى عملية الجمع لا تستقيم. مع أن بعض المنظمات وبعض النشطاء في المجتمع المدني يؤكدون أن العدد في حدود 20، لكن تم بسرعة غلق الملف وتسليم الخدش إلى أوليائهم كما ذكرت بعض القنوات الخاصة التي انتقلت إلى مدينة قفصة لتعاين وتتصل لبعض الأولياء هناك. الحقيقة كما ذكرتم أن هذه الحادثة مريبة ومجهولة الأسباب، وحتى أن تشريح يعني هذا العدد المهول في ظرف ساعات لا يتم فيه تشريح هو كذلك شيء يثير عديد التساؤلات، خاصة أن تضارب الأخبار، يعني تعفن ثم فساد في السيروم ثم البعض يقول أنهم باعتبار الميزان ناقصهم خدش، يعني هذه التصريحات من مسؤولين خاصة أنها أتت من مدير الصحة ثم من طبيب ثم من غير ذلك يجعل أن عدم المصداقية تحيط بهذا الموضوع تحديدا. واستقالة الوزير كانت ردة فعل عادية جدا ولكنها لا تكفي، خاصة أن ليس له إلا 3 أشهر في تسلم هذه الوزارة التي عليها عدة شبهات ولوبيات فاسدة تحكم، يعني حتى اللجنة التي كلفت بتحديد المسؤوليات كانت ضمن هذه اللجنة في الإطار الصيدلاني أو المخابر الطبية شخصية والدتها وعمها ووالدها هم من يزودون المستشفيات العمومية بالأدوية، جعل الشارع والفضاء الاجتماعي يضغط حتى يتم إعفائها من هذه المسؤولية. يعني إذا أنت ربما تشيرين أو تلمحين إلى عملية فساد ربما، وهناك حديث حقيقة عن أن الفساد ينخر في تحديدا في وزارة الصحة التونسية، الحديث عن فساد وتضارب مصالح، هل هذا الواقع صحيح؟ يعني أنا لا أشير، أنا أقول مباشرة، يعني أنا أصرح مباشرة أن هذه الوزارة فيها ملفات فساد كبيرة وكبيرة جدا تستوجب وقفة حاسمة وتستوجب موقف سياسي وإرادة سياسية لفتحه، ويثبت فعلا الشاهد أنه مع الشعار الذي رفعه أثناء توليه لرئيس الحكومة أنه يكافح الفساد. هذه الوزارة ظهر فيها اللولبات الفاسدة لأمراض القلب، ثم بعد ذلك البنج الكاسد، ثم بعد ذلك حالات التعفنات، مستشفيات بلا أسرة، مستشفيات بلا أدوية، انقطاع الأدوية لمدة طويلة لأمراض السرطان وأمراض السكري. يعني هذه الوزارة هي وزارة فساد بامتياز وليست وزارة صحة. حالات الموت كذلك، حديث عن الأكل المتعفن، ومن يتكلم يطرد من العمل، نقابات، يعني تخيلوا بعد الثورة هناك في نقابة في الساقس يقوم بزواج ابنته داخل المستشفى، يعني المريض عادة يقوم يرتاح لينام وليتعافى يجد في ساحة المستشفى حفل زفاف، يعني والدولة لا تتحرك، وهذا السيد أقوى حتى من القانون، حتى عندما تمت دعوته إلى تحقيق إلى المحكمة لم يذهب لأنه محمي بنقابات
فاسده وتخفي الملفات. يعني حتى الاطفال، حتى الاطفال سيده فاطمه تم تسليمهم الى ذويهم بصناديق من الورق او من الكرتون، ما الذي يمثله هذا بالنسبه لك؟ هذا منتهى انتهاك لحقوق الانسان، منتهى الاستهتار والاستهزاء بحق الانسان بدون كرامه حيا وميتا. يعني هذا الطفل الرضيع او الخدج، لان حسب تصريح الوزاره دائما اعود الى ذلك، هذا منتهك. يعني ولي يقول انه قدم له ابنه في كردونه ويقول له خذه كما تشاء، فقال اتركها لغيره. يعني تخيل كردونه، معناها كردونه، احنا في تونس نقول كردونه، هو صناديق من الكرتون. يعني يقول له خذ ابنك كما تشاء. يعني حتى احساس بهالولي الذي ينتظر هذا يرتاح حتى عمره، بعضه هو بكره معناها ينتظره، في الاخير يقدمه له في صندوق متعفن ياتي بالادويه. وشاهدنا فيديوهات لمخازن ادويه فيها يعني ان المتنديه بالنداء وبروائح كريهه يتركون فيها هؤلاء الاطفال في حاله لا اخلاقيه ولا انسانيه، لم نراها حتى في اسرائيل عندما يقتلون اطفال غزه. ابقي معي لو سمحت سيدة فاطمة مشاهدينا، ونبقى في الشأن التونسي، حيث صدرت أو أصدرت محكمة تونسية أمس الثلاثاء قرارا بالسجن على مدرس متهم بارتكاب اعتداءات جنسية على 20 طفلا في مدينة صفاقس جنوب البلاد، في واقعة أثارت جدلا واسعا في تونس. وبحسب المحكمة فقد بلغ عدد الأطفال المتضررين من اعتداءات أحد المدرسين بالاغتصاب والتحرش بإحدى المدارس الابتدائية بلغ 20 طفلا، 17 من الإناث و3 من الذكور، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع. سيدة فاطمة، هل مثل هذه المظاهر تندرج ضمن الفساد، ضمن التسيب، أم في أي إطار يمكن وضعها؟ نعم، فضيحة حدث استنهار 8 مارس تحديدا يعني تزامنت مع الأطفال الخدج المنتهكة حقهم بالحياة، تزامنت الأساس يوم العالمي للمرأة. هذه المرأة التي وجد لها قوانين تحميها تجد نفسها متحرش بها من طرف حاميها معلمها الذي المفروض أن يكون حاما لها. 17 فتاة يتم التحرش بهن و3 ذكور، واليوم ذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف أن هناك حتى شبه حالة اغتصاب. يعني العدد وصل إلى 22، وهذا شيء مؤسف ومخزي وصمت مريب كذلك من السلطة التونسية، خاصة عندما فتحت ملف أثبت القضاء أن فيه كثير من المزايدة والمبالغة في الترقيب، والعدد كله كان 9، وهؤلاء 20 في مدرسة حكومية تحت إشراف وزارة التربية، وصمت من الوزير ولم يستقل حتى الوزير. يعني للأسف أننا كنا ننتظر في حاتم بن سالم يقدم استقالته كما فعل وزير الصحة على الأقل حتى يستحي من نفسه، وهم يزيدون على بعضهم سياسيا. اصبح هذا الطفل المنتهك حقوقه في تونس من عندما يولد وعندما يدرس، وصمت من الحكومه، عدم تحقيق جدي، القضاء اخذ دوره، مندوب حمايه الطفوله في صفاقس. وللذكر هذه المنطقه هي طريق العين، يعني في وسط المدينه، لا نقول انها منطقه معزوله بل في وسط المدينه. لدفعت كثيرا على مراكز السلطه، يعني على الولايه وعلى المعتمديات وعلى بلديه، في منطقة بلدية، في منطقة فيها مدارس، فيها مدير مدرسة المفروض يكون مراقب مشرف. لم نفهم هذا الحدث كيف تسرب إلى مدرسة، إلى معلم، وعلى فكرة المعلم هذا كذلك منشط بإذاعة صفاقس وهي الإذاعة الثانية في تونس. يعني هذا المنشط ألم يحظوا عليه هذا الشذوذ الذين رأيناه معناها في بمنتهى التدني وقلت الاحترام إلى مكانتني كمدرس، يعني قبل المعلم وفي تبجيل عن أي تبجيل نتحدث. شكرا لك سيدة فاطمة كمون الناشطة الحقوقية، كنت معي عبر الهاتف من تونس.